طيب احنا يمكن في بداية الكلام كنا بنقول ان مصر بتستهدف ان هي توصل لنسبة او اكتفاء ذاتي ب 100%، عايزين نوصل لنسبة 100% عشان يبقى عندنا اكتفاء ذاتي مش بس جوه مصر، لا كمان احنا عايزين نبتدي نصدر. هنعمل ده ازاي؟ هنقدر نوصل لده ازاي؟ هو احنا ومستهدف ناخد وقت قد ايه؟ احنا بنصدر فعلا دلوقتي، وهو الهدف فعلا زي ما حضرتك قلت ان احنا نفتح اسواق جديده احنا بنحاول دلوقتي مع يعني الاتحاد الاوروبي ومع بعض الدول ان احنا نصدر سمك الاستزراع. ده اشتراطاته بتبقى كبيره جدا طبعا. احنا شغالين بقالنا اكتر من سنتين تقريبا كجهاز حمايه وتنميه البحيرات مع هيئه سلامه الغذاء ومع جهات كتيره جدا ان احنا لان هم ليهم اشتراطات كبيره جدا، مش مساله حتى السمكه، ده المساله من اول المزرعه والعمال اللي موجودين فيها، طريقه التغذيه، كل الاجراءات اللي بتتم للوصول الى السمكه هم ليهم اشتراطات فيها. احنا عندنا كم مزرعه دلوقتي حصلت على الجوده واصبحت مؤهله للاستزراع للتصدير. للتصدير دي خطوة. الخطوة الثانية ان احنا يعني شغالين برضو في المصائد الطبيعية، في انواع كتير جدا بيتم تصديرها زي اسماك البردويل طبعا يعني معروفة عالميا تعتبر براند. بشتغل دلوقتي على بحيرة ناصر برضو لان سمك البلطي اللي موجود في بحيرة ناصر ومش موجود في اي مكان تاني في العالم، فده برضو بيعتبر براند بيشتغل عليه للتصدير. فكرة ان احنا نوصل 100% للتصدير، وهيظل ان احنا بنستورد بعض الاسماك اللي مش موجودة في المياه بتاعتنا زي اسماك المياه الباردة، السلمون مثلا، السلمون والرنجة والانواع اللي هي مش موجودة في المياه المصرية. لكن الوقت قد ايه اللي بنستهدفه؟ هي خطة احنا شغالين فيها زي ما قلت لحضرتك كده، احنا كل ما بنزود انتاجنا كل ما بتزيد بنقل عدد في الوقت. السكان، لا وكمان عدد السكان بيزيد، ففكره ان احنا يعني نغطي زياده عدد السكان ده ويبقى عندنا وفره في الانتاج. زي ما حكى احنا بنستهدف ان شاء الله 3 مليون طن في 2030، اعتقد ان احنا ساعتها نكون وفينا كل المطلوب. واحنا كمان فكره الاستهلاك المتوسط استهلاك الفرد في مصر هي نفس النسبه العالميه على فكره، يعني تقريبا احنا 20.1 تقريبا، النسبه العالميه يمكن 19-20 مره، فاحنا يا اما زي النسبه العالميه يمكن اكتر كمان في استهلاك الاسماك. احنا كم مليون طن بننتج؟ 2 مليون طن تقريبا ومستهدفين 3 مليون. 3 مليون عندنا كم بحيره؟ عندنا 9 بحيرات. اكتر واحده بتنتج ايه؟ بحيره البرولوس وبعدها بحيره المنزله. يعني دول مثلا مثالين للتطوير اللي تم زي ما كان فيه اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه ومن الرئاسه، وده اللي كمان حتى كانوا تنظيفها. انا فاكر كان في احنا اشتغلنا بقالنا زي ما قلت حضرتك من 2014، سياده الرئيس تحديدا كان مهتم بالمساله دي جدا، فعملنا شغل كتير جدا، صرفنا مئات الملايين تقريبا على بحيره المنزله وبحيره طهرناها ازاي بقى عشان نعمل البحيرات؟ كان في لو حضرتك شفت او عرضتوا المنظر للبحيرات كانت كلها ورد نيل وكان كلها اطماءات، والبواغيز اللي بتسمح بتبادل الميه كانت كلها تقريبا مقفوله. فاشتغلنا مثلا في بحيره البرولوس على 3 مراحل، خلصنا المرحله الاولى والثانيه والثالثه شغالين فيها دلوقتي. مرحله بحيره المنزله تقريبا دلوقتي تم ازاله كل المعوقات اللي كانت موجوده فيها بالكامل، ورد النيل والاعاقات والتحاويط، وطهرنا البواغيز. ده حصل تنوع كبير جدا في عمليه دخول الميه، حتى فكره كمان تغيير التركيب النوعي للاسماك. بحيره مياه شروب، مش هنقول عذبه يعني، مياه شروب، خليط يعني بين المياه البحريه والمياه العذبه، لكن كان الانتاج الاغلب فيها هو الاسماك المياه العذبه زي سمكه البلطي. لكن انت لما بتطهر البواغيز وبتعمقها بتسمح لمياه البحر المتوسط انها تدخل، فبتدي مساحه اكبر للاسماك البحريه كمان انها تبقى موجوده زي الدنيس وزي القاروص والعائله البوريه. فده بيحصل حتى تغير في التركيب النوعي للاسماك، يدي جودة أعلى وقيمة أعلى اقتصادية كمان يعني للصيادين اللي موجودين.